مفيش شك ان الاستثمار الرياضي قادر على انه ينقل مستوى كرة القدم لحتة تانية بجد، ينقل المنافسة لحتة تانية خالص، لان بدل ما يبقى عندك 2 أو 3 أندية بس هم القادرين على المنافسة وان هم يوصلوا لمنصات التتويج، هيبقى عندك 4 و5 وأكتر. مفيش شك انه هيقدم فرص لظهور لعيبة كويسة متأسسة صح، لانهم متأسسوا بأفكار جديدة ومختلفة علشان يفيدوا الفريق الاول او حتى النادي يحقق منهم ارباح من بعض. مفيش شك من انه هيقدم لعيبة كويسة لمنتخب مصر، لان المنتخب وقتها مش هيضم لعيبة من نادي او 2 بس. مفيش شك انه هيزود شعبية اللعبة لانه هيهتم بجودة الملاعب، هيستثمر فيها وهيبقى عايز يحقق ارباح منها. لو الاستثمار الرياضي بيعمل كل ده، يبقى ليك حق طبعا تزعل لو هدد بالخروج. علشان نفهم الاستثمار في امتلاك أندية كرة قدم، لازم الأول نعرف إيه الهدف منه. إيه اللي يخلي رجل أعمال رايق بيشرب سيجار قاعد في مكتبه في تكييفه يصدع نفسه بحوارات الكورة وشتيمة المشجعين على السوشيال ميديا وفي الاستادات وغضب الجمهور لما الفريق يخسر؟ إيه اللي يخليه يعمل في نفسه كده؟ الهدف الأول أكيد الربح المادي. أنت لما تروح تشتري نادي له تاريخ وله قاعدة جماهيرية كبيرة وتضم له لعيبة مميزين، فهتزيد فرصه على المنافسة والتتويج بالبطولات، وده هيزود من قيمة أسهم النادي، يعني ربح مادي. الهدف الثاني هو السمعة. شعبية كرة القدم قادرة إن هي توصل استثماراتك واسم شركتك لكل حتة في العالم، وأحياناً الموضوع ده كمان بيوصل لدول مش لشركات بس، زي مثلا الاستثمار القطري في باريس سان جيرمان. وتقدر تجمع ما بين الهدفين دول، وده اللي عمل ليستر سيتي في 2016 لما حقق الدوري في مفاجأة كبيرة. أسهم النادي وصلت لأرقام ما حصلتش قبل كده، شركة كينج باور التابعة لملاك النادي حققت أرباح كبيرة جدا. كرة القدم تجارة كبيرة، الملايين من المشجعين بيحضروا الماتشات من الملاعب في كل حتة في العالم. الأندية الكبيرة صاحبة التاريخ الكبير والنجوم المميزين بتبيع منتجات للنادي عليها شعار النادي بشكل انت مستحيل تتصور، ودول حاجتين محروم منهم الاستثمار الرياضي في مصر، لانه بيروح للاستحواذ على فرق ملهاش قاعده جماهيريه زي بيراميدز او فيوتشر، او لتاسيس انديه تحمل اسم الشركه او المؤسسه زي نص فرق الدوري. وهنا الاستثمار بيقف في النص، انت بتروح تشتري نادي، تاجر ملعب، تضم لعيبة مميزة وتجيب لهم مدرب كبير علشان تقدر تنافس، لأنك خلاص خدت سمعة النادي الغني. بس لأن مفيش جمهور، فما بتكسبش من عمليات بيع التذاكر ولا من بيع منتجات النادي، لأن النادي غالبا مكروه من جماهير الأندية الشعبية. وهنا محتاجين نسأل نفسنا، هو أصلا إيه لازمة عملية الشراء؟ أنت بتروح تشتري الحاجة علشان تسد احتياجاتك اليومية مهما كانت حجم ثروتك، أو لو معاك شوية فلوس زيادة بتروح عامل بيها حاجة تستثمر بيها، تعمل مثلا شهادة في البنك، تشتري شقة، تشتري ذهب، حاجة سعرها يزيد، الحاجات اللي كلنا مش عارفين نعملها دلوقتي. المهم ان انت بتعمل بفلوسك حاجة مفيدة بتسد احتياجاتك اليومية او بتستثمر الباقي. فتعالى كده بقى احسبها معايا، لو انت نادي ملكش جمهور فبالتالي مش هتقدر تكسب من عمليات بيع التذاكر، لعبتك منبوذين من جماهير الاندية الشعبية، فطبعا مفيش راعي بيرضى ينزل عندك، مش قادر ان انت تبيع منتجات النادي، وطبعا ايرادات الفوز بالبطولات ضعيفة، يبقى هتكسب منين؟ في 2015 5 من اصل اكتر 8 اندية بيحققوا ايرادات في اوروبا كانوا بيلبسوا تيشيرتات عليها رعاة من الوطن العربي. دان جونز رئيس القسم الرياضي في شركة دولايت المتخصصة في تقديم الاستشارات الادارية والمالية عمل وقتها ندوة في الامارات علشان يشرح الأندية العربية محتاجة إيه علشان تشد هي الاستثمارات دي، وقال إن أساس الاستثمار الرياضي الناجح إن الجمهور يكون مبسوط، والانبساط ده هيجي لما الجمهور يحس إن إدارة النادي بتشتغل على خطة واستراتيجية لتطوير جودة اللعيبة، الملاعب، الاستادات ومستقبل النادي. وقتها الجمهور هيمر بتجربة لطيفة وهو داخل الاستادات علشان يحضر الماتشات، ومواعيد الماتشات هتبقى مناسبة ليه، ده بالإضافة لأن السوشيال ميديا لازم تلعب دور في زيادة شعبية النادي. ودي كلها يا معلم حاجات مش موجودة في الاستثمار الرياضي في مصر، لأن الأساس نفسه غايب. إيه هو؟ الجمهور. طيب، هل الاستثمار الرياضي لازم كله يروح لشراء الأندية؟ الإجابة هي لأ.
لما نروح لأسبانيا هنلاقي إن ريال مدريد أكبر نادي في العالم وأكتر نادي توج بدوري أبطال أوروبا، فعليا مملوك لأعضاء النادي مش لرئيسه فلورنتينو بريز. ورغم أزمة كورونا النادي قدر يحقق إيرادات ضخمة حافظت له على المركز الثاني ضمن أكتر الأندية تحقيقا للإيرادات في أوروبا في سنتين 2020 و2021، رغم تراجع إيرادات بيع التذاكر، وكان مصدر الدخل الأساسي معتمد على حقوق البث والمعاملات التجارية والرعاية. برشلونة اللي مملوك برضه لأعضاء النادي فشل إنه يحافظ على المركز الأول اللي كان موجود فيه في 2019 و2020، وتأثر جدا بكورونا وتراجع للمركز الرابع في 2021، ما قدرش يحافظ على نجمه الأول ليونيل ميسي واستخدم الروافع الاقتصادية علشان يعمل موسم انتقالات، وده لأن الاستثمار الرياضي في أسبانيا مختلف عن أي حتة تانية في أوروبا. قاعدة اللعب المالي النظيف في الليجا حازمة جدا وما بتسمحش لأي مستثمر إنه يدخل يرش رشة نظيفة ويشتري كل اللعيبة اللي هو عايزها، لا انت ليك حد معين والحد ده مرتبط بإيرادات النادي. قدرت ان انت تحقق ايرادات كتيرة جيب اللعيبة اللي انت عايزها، ما قدرتش وكانت ايراداتك قليلة فبالتالي هتشتري لعيبة تتناسب مع حجم ايراداتك، وبالتالي لازم الفلوس اللي انت بتصرفها على ضم لعيبة ورواتبهم تتناسب مع ايرادات النادي، يا اما هتتعرض لعقوبات كبيرة جدا ممكن توصل للهبوط للدرجة التانية. وللسبب ده رابطة الليجا اتهمت رابطة البريمير ليج في يناير اللي فات بالغش وانهم يتحايلوا على قواعد اللعب المالي النظيف في صفقات. شكل تاني من اشكال الاستثمار بيعيشه نادي ريكسام اللي بيلعب في دوري الدرجة الخامسة الانجليزي، لما اعلن في نوفمبر 2020 ان الممثل الهوليودي الشهير ريان رينولدز استحوذ على ملكية النادي، وبسبب الضجة اللي عملها شراء ممثل مشهور لنادي مغمور، النادي ده كان موجود في لعبة فيفا 22 كأول نادي ما بيلعبش في بلده في الدوري الممتاز موجود في اللعبة. وطبعا ده ممثل بقى، فقدم مسلسل وثائقي اسمه ويلكم تو ريكسام بيحكي عن النادي وتجربته في ملكيته بالتعاون مع ديزني. وماتش ريكسام ضد شيفيلد يونايتد في كاس الاتحاد الانجليزي كان اكتر ماتش تم متابعته على المنصات الديجيتال لإي اس بي ان الموسم ده، ومنصة تيك توك هي الراعي لتيشيرت الفريق. ودلوقتي ريكسام اللي كان اخره راعي واحد بس طوال تاريخه عنده راعي على صدر التيشيرت، على ظهر التيشيرت، على الكمام، على الشورت، وراعي لتيشيرتات الفريق. فالاستثمار ده كان مفيد للطرفين، النادي استفاد من شعبية الممثل والممثل استفاد بأرباح مادية ومجال جديد بيدخل عليه، واهتمامه الأول هو الديجيتال ميديا. الراجل اللي بيعملوا شوية فيديوهات على تيك توك دول جايبين السير أليكس فيركسون يعمل معهم فيديو. فعلشان نخرج بتقييم لتجربة الاستثمار الرياضي في مصر سواء إيجابي أو سلبي، لازم نحط قدام عينينا المكاسب اللي اتحققت من التجربة دي. والحقيقة إن باستثناء كام ماتش حلو بس زيادة في الدوري المصري وكاس مصر، ما كانش فيه مكاسب حقيقية وصلت للمستثمر ولا إضافة حقيقية اتقدمت للكرة المصرية. بالعكس، ده زود عدد الفرق اللي مش جماهيرية في الدوري أكتر، والفرق دي فشلت في إن هي تبني لنفسها قاعدة جماهيرية ما بين حتى الأجيال الجديدة، فشلوا في إن هم يقدموا عنصر جاذب أو حتى لعيبة يكتسبوا شعبية. ده يمكن إنبي عنده شعبية أكبر عند جمهور الزمالك بسبب دوري سيد عبد النعيم. فأنا مش مستني من الاستثمار الرياضي إن يجي يحطوا فلوس وبس، أنا أصلاً المنتج بتاعي محتاج يتحسن. فاللي هيكمل الاستثمار الرياضي إن يبقى فيه خطة واضحة تخليك مختلف عن الباقيين وتعوض لك الحتة الناقصة في القاعدة الجماهيرية. طور قطاع الناشئين عندك فتقدم لعيبة جديدة وتزود شعبيتك بين الأجيال الجديدة، تقدم أفكار جديدة ليها علاقة بالتسويق وإن أنت تزود شعبيتك على السوشيال ميديا، تحسن جودة الملاعب ويبقى عندك استراتيجية واضحة في تقديم اللاعبين وعملية البيع والشراء، مش تسيب النهارده لعيب ببلاش وتروح تجيبه بعدها بثلاث اربع شهور بفلوس. الحاجات دي لو كلها حصلت ساعتها ممكن فعلا نزعل لو الاستثمار الرياضي هدد بالخروج.